أم سارة من بغداد. السلام عليكم سشارة. عليكم السلام، أهلا وسهلا بيك، نورتينا. تحياتنا لحضرتك وتحياتنا لقناة الفلوجة البطلة. شكرا أهلا وسهلا، نورتي، تفضلي. الله يسلمك سشارة. احنا ليش ما نلقى حل لذول المتسولين؟ يعني ما تقدر الحكومة تفتح مصانع معامل وشغلهم؟ يعني هسه البنك المركزي دا يعلن انه دا يبيع بالاسبوع مليار دولار. زين، على اساس هذا المليار دولار دا نشتري به مواد. يعني ما عندنا شيء مصانع بالعراق، كلنا نشتري من برا. فبكره هذا افتح مصنع معمل ذولا حتى الناس تشتغل وفلوسنا تبقى ببلدنا، الدولار يبقى عندنا بالبلد. هاي من ناحيه، من ناحيه سساره تعذريني اشير الى موضوع. تفضلي. شغله البسطات اللي شالوها بداخل بغداد وبالاقضيه والنواحي، زين هذا ما راح يزيد البطاله؟ انتم لقيتوا حل لهذول الناس؟ لهذول صدقي انا ما عندي اي شغل بس دا اتابع الاعلام ودا اشوف كحالات يعني انسانيه قدامش. نعم، هذول ايش راح يشتغلون هذول الناس؟ من شفتوا بسطياتهم لقيتوا لهم حل؟ لقيتوا لهم حل؟ فتحتوا مصانع معامل مزارع لهذول الناس تعيين وشغلتوا؟ اكو بيوم عندهم شهادات؟ اي في الشارع. واكو موضوع اخر لو تسمحي لي حضرتك. تفضلي تفضلي. ما يخص نعم، ما يخص اسعار الوحدات السكنيه. الوحدات السكنيه هسه بدها تبيعها، يبيعوها على اساس زول المستثمرين الموجودين حاليا. كومو وحدات سكنيه سعر اسعار خياليه. صح. زين انت يا المستثمر اللي نسمعه انه القاع من الحكومه غياب بلاش، والمصاريف البناء هم دا ياخذها من المصارف العراقيه. نعم. زين انتم تسموه مستثمر بروسنا وسساره اسعار خياليه، اسعار خياليه ما موجوده ابدا. زين هاي ما يخص الوحدات السكنيه، هاي يخص الوحدات الخاصه يعني البيوت. نعم. البيوت الخاصه اللي يبيعوها الناس. نعم. سيستارة المكاتب العقار تلعب دور بارز في رفع الأسعار. صح. يعني يجي للمنطقة شافها، شاف هاي أكو بيوت أكو قيعان ينشرون بالنت. هم دا يرفعون الأسعار، هم دا يرفعوها. سيستارة شوف الأسلوب، ينشر بالنت أي واحد عنده قاع بيت بهاي المنطقة إحنا فلوسنا جاهزة، يروح يشتريها، هو رؤوس أموال عندهم يشتريها. ما شوفين ورا كم يوم رفعت الاسعار اسعار خياليه. انتم يا الحكومه رجاء القوا حال سساره 50 متر 50 متر ما نقدر نشتري. صح. بالعراق. صح. مو بس بغداد، من شمال حتى الى جنوب كل المحافظات. تقدر الحكومه هسه تقدر الحكومه تسوي شغله وتوقفوا عند حدهم هذول اهل تبييض الاموال. ان شاء الله. المسكين المواطن ايش راح يسوي؟ الايجارات مرتفعه جدا. القولنا حال يا الحكومه رجاء القولنا حال، وقفوا اهل تبييض الاموال، وقفوا اصحاب الاملاك عند حدهم. تقدر الدوله تتبع اي طريقه. صح صح كلامك صحيح. واشكر السيسار.